صباح الورد عبد الرضا، أكيد مع إطلالة صباحية جديدة وصباح مشرق من شراقات شمس الكويت الحبيبة. نحييكم مشاهدينا الكرام ونلتقي بكم طبعا على المحبة والمودة مع فقرات جديدة متنوعة من فقرات برنامجكم اليومي صباح الخير يا كويت. نبدأ معاكم أولى فقراتنا من المطبخ مع الشيف جورج نصر من مركز دسمان للسكري، اللي محضر لنا مجموعة من الأطباق الصحية والشهية التي أعدت خصيصا لمرضى السكري، خاصة اللي يتسائلون عن نوعية الأكل المناسب تناوله في شهر رمضان الكريم. صباحك ورد صباح شيف جورج، منورنا واهلا وسهلا فيك في صباح الخير يا كويت. صباح الخير. فعنا اليوم ثلاث وجبات. نعم. اول شيء سلطه الارز بالاسمر. نعم. او الرز الاحمر، يعني وايلد رايس هذا كثير شو اسمه مفيده كثير. نعم. ومثل ما شايفين المكونات عدس كمان كله هذا مفيد. ايه. ورمان وجوز كمان من الدهون المفيده. فهذه اول سلطه. وعنا كمان هون ديزرت معمول من الحلو. نعم. من التمر. بتعرف هلا برمضان كمان صحيح تمر طيب مرغوب اكثر صحيح، فبناكل تمر. بس دخلت معه اشياء جديده هلا بالسوق موجود، هو الكينوا. كينوا مع التمر؟ كسويت كسويت شيء حلو جديد. نعم، لانه الكينوا فيه فوائد كثير. صحيح. بروتينات وفايبرز واكيد الكاكاو، والكاكاو على طول بستعمله بلا سكر. اي يعني الكاكاو اللي من غير سكر، هذا الشيء لازم نحرص عليه. نعم. واكيد مكسرات كمان. مكسرات مفيده مثل. نعم. البندق تكون نيه طبعا، المكسرات نيه من غير بهارات وكذي. صح. فهذا بالنسبه للديزرت للحلو. نعم. وكمان عندي هون تشيز كيك. كمان بتعرفوا الان تشيز كيك انه مرغوب. نعم. بس كمان كيف نعمله بطريقه انه صحيه وقليله الدسم وخفيفه. شنو الطريقه؟ شنو الشيء؟ بس عطنا السر قبل. اول شيء بنستعمل يعني التشيز بنستعملها لو فات. نعم. والكريم لو فات. ما في بيض. حلو. هذا بالنسبه للدسم. بعدين بنكتر فروتس، بنحط فروتس اكثر، يعني ما يكون في شوكليت. اللي هو البيري فاميلي، البيريز. بيريز او ازيون التوت، يعني انواع التوت. ممكن مثلا مانجو، حاطط كمان مانجو اذا بدكم. بالنسبه للسكر فيكم تستعملوا السكر ستيفيا. انا ستيفيا كمان هلا كثير سكر طبيعي. نعم. وسعرات حراريه كثير انه قليله جدا فيه. فهذا بهالطريقه بكون خففنا دسم ان شاء الله. واهم شيء البورشن. نعم. طبعا الشيف جورج نصر، احنا سعداء بوجودك معنا اليوم في صباح الخير يا كويت. راح نخليك تحضر لنا ثلاث اطباق طبعا طبق. أوكي. طبق ونرجع لك بعد شويه. ننتقل الان مشاهدينا الاعزاء الى زميلي عبد الرضا لقراءه ما جاء في صحفنا اليوم، طبعا اليوم يوم الاثنين. مشاهدينا رجعنا معاكم ومع الشيف اكيد جورج نصر، وطبعا الحين راح يعلمنا طريقه تحضير سلطه اليوم. صح. شنو هي الطريقة؟ الطريقة صحية كتير. أول شيء بنستعمل رز الأحمر. نعم. هذا رز بياخد وقت، بده سلق تقريبا شي تل ساعة أو نص ساعة، بس أفضل ينقع بالماء قبل بيوم. لأنه كل ما نقع كل ما أفضل. نعم. فرح استخدم تقريبا كوبين رز. هذا كوبين رز أحمر. أي. مثل ما قلنا مفيد، ليش؟ لأنه فيه فايبرز. بعدين على طول بحضر وصفاتي انا السلطات. ايه؟ تكون فيها وجبه متكامله. نعم. مثلا هذا فيها عدس، العدس فيه بروتينات. بروتينات. نعم. كمان وفي الياف، فكمان هذا كله مفيد للجسم. قد ما في بنجرب نحضر يعني السلطه، يعني نراعي السلم الغذائي يعني. ايه؟ واحتياجات الجسم. نعم. صح. مثلا الفيتامينز. نعم. الرمان. نحط الرمان. كمان هي السلطه هذه فيها مثل سويت اند ساور، يعني حلو. ايه؟ حامض حلو. حامض حلو. نعم. كرامبريز. هذا مثل الزبيب او الكشمش المجفف. نعم. وهذا كمان شوي رمان مجفف كمان، لانه هذا اللي هو رمان حامل. رمان مجفف ايضا. شوي صغيره رح احط. نعم. اوكي. مبدئيا هون عندي خضار مثل عندي اول شيء كرفس. الكرفس. نعم. كرفس اخر مقطع. نعم. وعندي هون بقدونس ناعم. اي. وعندي هون بصل اخضر. كمان. وتفاح. التفاح ليعطيها كمان طعم حلو، لانه حاطين احنا فرمان. تفاح كمان اكيد كل ما حطينا اشياء مثل الخضار وهيك في فيتامينز. هلا عندي اخر شيء مكسرات رح نحط على الوجه، اللي هو الجوز. الجوز. صح. نعم. هلا بس بدي احضر الصلصه. الصلصه قد ما في ما بحضر. شنو هي الصلصه شيف؟ خردل. ايه؟ خردل. اول شيء بستعمل خردل. بعدين بدي احط عسل، بس لانه هي فيها حلو لازم نحط فيها شويه. ما تخاف من العسل، مع انه يعني ملعقه وحده ما بيأثر، يعني ملعقه عسل ما تاثر على مرضى السكر. اهم شيء نراقب يعني الكميه، ما نكثر. اهم شيء الكميه. صح. نعم. زيت زيتون مثل ما شايفين حطيت كميه قليله. الحين حطيت خردل وعسل وزيت زيتون. زيت زيتون. اوكي. مثل ما شايفين كمان زيت زيتون يعني تقريبا ثلاث ملاعق كبار. كمان ما بكثر قد ما في، ما بكثر.
نعم. زيت زيتون صحيح انه صحي بس ما كترنا يعني اهم شيء الكم والكيف يعني صح. حتى لو صحي بس ما نزيد علشان لا يصير غير صحي لانه بصير في سعرات حراريه كثيره. نعم نعم الكالوريز عالي فيه الكالوريز يعني. عالي صح. فهلا هو بس بخلطه مع بعض حط له ملح ملح قليل طبعا ملح نعم ملح قليل ما بكثر كمان كل ما استخدمنا ملاعق بس شيف نعم اوكي وبعدين خل تفاح هذا شيء خل تفاح خل تفاح تقريبا راح احط ربع كوب لانه فيها تفاح كمان حطيت في بحط فيها خل الخل ما ياثر اذا حطينا كميه خل ما ياثر هلا كمان بيفرق خل عن خل بيفرق شلون مثلا اذا خل البلزاميك او الخل مثلا دبس الرمان مثلا هذا اكثر في سعرات حراريه وسمنه فكل فخل التفاح هو الافضل طبعا افضل نعم فهلا هودي راح احطهم هون هذه الصلصه راح احطهم فوق الجهد كله سوا هلا طبعا هذه كميه كبيره عم بعمل انا يعني تقريبا هيدا لست اشخاص اي فاهم شيء كمان ننتبه للبورشن سايز يعني للحصه يعني الحصص مهمه على حسب صح. عدد الاشخاص يختارون الكميه اوكي فهيدي مثل ما قلت كل الانجريدينتس هون كل المحتويات صارت موجوده هون اي اخلطها مع بعض ففيها فيتامينز فيها بروتينات فيها كربوهيدرات نعم والرز مثل ما قلت هذه بحد ذاتها وجبه يعني وجبه صح هي وجبه هي وجبه يعني وجبة تعتبر صح لان فيها جميع صح فيها جميع كل الاشياء الفيتامينز والبروتينات اللي يحتاجها الجسم والخضروات ايضا صح فهذه هلا خلطناها فيني زينا بس شويه ورق خاص اخضر على السريع شويه خاص فينا نحط مثل ما قلت كمان اذا زدت عليها خضار كل ما بزيد عليها الياف يعني نعم فهي بالنسبة للسلطة أي. بالنسبة للحلو لا احنا الحلو نرجع له بعد شوي شيف جورج أوكي. نعم ماتش. راح نرجع بعد شوي طبعا يعطيك العافية على السلطة المفيدة أكيد شوي راح نذوقها أكيد راح تكون طبعا لذيذة يعطيك العافية ونتركك تحضر لنا يعني الحلو اللي راح نرجع له بعد شوي مشاهدينا الأعزاء راح نطلع فاصل ونرجع نتواصل معاكم خلونا تابعونا إذن نواصل الحديث اليوم عن التغذية السليمة في رمضان وإذا تذكرنا بأن نسبة الإصابة بمرض السكري في العالم هي للأسف في ازدياد ملحوظ عرفنا وقتها بأن ملايين المسلمين من مرضى السكري يحتاجون إلى توجيهات خاصة تخلي من شهر رمضان الكريم شهر عزيز سهل ويسير ومنظم غذائي وصحي لهم بإذن الله اليوم طبعا معانا للإجابة عن كل التساؤلات الخاصة بالعادات الغذائية والصحية اللي يجب اتباعها بالنسبة للمرضى طبعا اللي يعانون من السكري في رمضان الدكتورة إباء العزيري الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي في معهد دسمان للسكر وأستاذ بكلية الطب جامعة الكويت ولكن يفصلنا عن هذا اللقاء الشيق تقرير سريع ونرجع لكم مرة ثانية مشاهدينا باسم فريق عمل صباح الخير يا كويت نرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة إباء العزيري أهلا وسهلا فيك منورتنا اليوم ويا هلا ومرحبا طبعا احنا يمكن اليوم أنا عبد الرضا يعني نقول اليوم موضوعنا كله عن رمضان ومرضى السكر والأدوية يعني وحتى الشيف بعد عبد الرضا أيضا من معهد دسمان للسكري فللأمانة يعني هذه الساعة المباركة ويسعدنا أن تكونين معنا نستفيد ونفيد المشاهدين يعطيكم العافية وصبحكم الله بالخير حق مشاهدينا الكرام وبالعكس هذه فترة ممتازة نحاول نوعي الناس فنشكر تلفزيون الكويت في الاهتمام نعم. حق شهر رمضان والأمراض اللي نعم. شلون ممكن نتعايش معها أكيد هذا واجبنا يعني يصر الكثير من مرضى السكر أن يصومون في هذا الشهر جزاهم الله ألف خير وشيء يشكرون عليه مثل ما يقولون لكن هل كل مرضى السكري يستطيعون ان او يستطيعون الصيام وان يعني واجب عليهم ان فعلا يصومون لان تدرين انت ابخص وادرى ان هناك انواع لمرضى السكري مشكوره وايد على هالسؤال وبالعكس هذه من اهم الاشياء ان لازم الانسان يعرفه اللي في مريض السكري انه اذا في سبب الى خطوره نعم. فننصح انه عدم الصيام وطبعا مثل ما نعرف ان الرخصه من رب العالمين نعم. عندهم ان الرخصه ان اي شيء يؤدي الى التهلكه ما يحتاج اني اعرض نفسي حق الخطر نعم. فمرضى السكري نقسمهم الى ثلاث اقسام
في ناس نقول لو ريسك فهذيلي ممكن انه يصومون. حلو. في ناس مودريت ريسك هذيلي لازم اكون مع كوشس بين البينين يعني بين البينين. وناس الهاي ريسك هذيلي طبعا ابدا مفروض انه ما يصوم. زي ممكن تشرحين لنا من هم اللو ومن المودريت ومن الهاي ريسك؟ فالهاي ريسك طبعا نقول الناس اللي فيهم السكر من النوع الاول اللي يستخدم الانسولين. صارت طبعا كثير من الدراسات العالميه وشافوا حتى لو ان الناس من النوع الأول وإحنا كأطباء ننصح أن عدم الصيام ليه الحين في أكثر من كانت الدراسة فيها أكثر من 13,000 مصاب بالسكري بالدول الإسلامية أكثر من 39 ديرة. أن ليه الحين أكثر من 50% يصوم مع أن الطبيب نصحه أنه ما يصوم. فالسكر من النوع الأول عادة نقول يفضل عدم الصيام، ولكن الحين مع التقدم العلمي أنه في مضخة الإنسولين وكذي فممكن أنه يصوم إذا كان مع طبيبة وما يعاني من مشاكل في الهبوط، ما دخلت المستشفى قبل 3 أشهر حق أي شيء. ما يصير فيني أنا ما عندي الفقدان في الإحساس في الهبوط، لأنه وايد من النوع الأول يصير شنو أنه ما يحس في الهبوط، قاعد يسولف معاك وكل شيء ولكن هو يعاني من الهبوط. فإذا كان عنده الفقدان في الإحساس في الهبوط أو عنده دخل المستشفى حق أي شيء أو يعاني من الارتفاعات أو من أي مشاكل من السكر سواء كان من النوع الأول أو النوع الثاني. في النوع الأول أو النوع الثاني إذا كانوا مصابين في الكلى أو مصابين في الكبد أو مصابين في مشاكل في العين أو في الريل، نفضل أنه ما يصوم أبداً لأن نخاف كل هالأشياء تؤدي إلى مضاعفات. لأن مثل ما نعرف أن الصيام جداً مفيد ولكن لا مضاعفات. أنه ممكن يسبب هبوط في السكر أو ارتفاع في السكر أو إلى الجفاف أو اللي نسميه ثرومبوسيس، تجلطات وتخثر في الدم. عشان كذي دائما نقول وي كاتيجرايز البيبل انه اللي لو ريسك تقيمونهم يعني يس اللو ريسك هذا نقول هو في الجرين زون في الخطر، بس يكون في سكري بس لو ريسك يكون في سكر ولكن شنو هو يكون مثلا في النوع الثاني بدايه سكر او بس ياخذ حبوب الجلوكوفاج. حلو. ما عنده اي مضاعفات اخرى. فهذيل الناس اوكي. اما اللي ياخذون الاوبر اللي ياخذ الاوبر اوريدي يروح تو ذا هاي ريسك ويعني صعبه عليه صعب نقول حتى لو كان يبي يصوم مثل ما قلنا وايد من الناس راح يصوم سواء قلنا يعني. ولا لا باصرار. فعلى الاقل اذا بيصوم لازم اني اخذ بعض الاتباعات. فحص السكر جدا مهم يوميا احتاج في رمضان اتليست حتى لو انا ما كنت افحص طول العمر في رمضان لازم اني افحص اتليست 7 مرات وقت الفطور عقب الفطور بساعتين قبل السحور أول ما أقوم الصبح من النوم على صلاة الظهر وعلى صلاة العصر. وايد من الناس عبالي أنا ما قاعد أكل شحقة إني أفحص السكر ولكن إحنا في كل هالحالات لأن نبي إذا في أي وقت صار فيني هبوط لازم إني أفطر. وايد من الناس يقول أقعد 10 دقائق أخرب صيامي حسافة، مو حسافة، رخصة من رب العالمين. ما نبي نأدي إلى الجسم إلى زيادة مضاعفات. فيفضل يستحسن أنك تفطر ولا تنطر هال10 دقائق ولا الربع ساعة وانت ما أخذ الأجر أوريدي، فما لا داعي أعرض نفسي حق المضاعفات. طيب بالنسبة لمريض السكر بشكل عام شنو العادات الغذائية الخاطئة اللي يفترض فيه أنه يتقيها وشنو العادات الغذائية الصحيحة اللي يفترض فيه أنه يتبعها؟ ممتاز. فطبعا شهر رمضان سبحان الله أنه فرصة حق الإنسان أنه يتبع العادات الغذائية الصحية صحيح. لأن وايد الحين من الدراسات في نتائج جدا بتفيد حق الإنسان اللي نسميه intermittent fasting. فالحين وايد من الأمراض ممكن نقيها أو نحسن منها وتختفي ممكن من الصيام حتى. فإحنا ما شاء الله عندنا شهر كامل صحيح. إذا أنا low risk مو moderate risk ولا high risk وصمت يحتاج أني أبتعد عن السكريات وعن الدهونيات وهذه أصعب الأشياء في رمضان. زلابية واللقمات وصب القبشة هذين كل الأشياء اللي يطلعون أصلا برمضان هذين طول السنة أصلا مو زين فمفروض أن نوخر عنهم. ولكن شنو عندنا هم عندنا شيء نسميه الصحن الرمضاني. شنو نبي في الصحن الرمضاني؟ نبي كوب لبن ولا شيء من مشتقات حليب والروبة. فنبي أن نبتدي في اليوم مثل نفطر في التمرات وبعدين ممكن أحط معه بروتين يكون عن طريق الروب أو اللبن. وبعدين عادة نفضل أنه والله ممكن أني أشرب الشوربة وأوخر عن الأشياء الغنية في الدهنيات المشبعة والمقالي والسكريات. لازم أني أقسم أكلي أنه على الأقل ما رح أخذ أكثر من يومي
من 40% إلى 45% ماكسيمم من الكربوهيدرات. من الكاربس نعم. فلازم أني أقلل عدد الكربوهيدرات، وحتى هالكربوهيدرات نبي نقسمهم على قسمين. لأنها تتكون. نصهم راح أخذهم على الفطور والنص الثاني راح أخذه على السحور. بتشوف في عاداتنا على طول أبتدي. نعم. أكل وعلى طول نبي وراها نحلي في الجيمات والزلابية. فأوريدي أنا خذيت أكثر من 100%. نعم. وبعدين ما بقالي ما خليت شيء حق اليوم، ويطلع لي بالنص بعد غبقة وشوي كل شوي سناك. فأوريدي خلصت. وتزيد الحلويات حرارية. أصلا في رمضان. طيب دكتورة، يعني في الكثير من الناس اللي يعانون من مرضى السكري يحبون أثناء شهر رمضان إنه يخففون من أوزانهم ويتبعون يعني رجيم، ويعني نظام غذائي، ما نبي نقول رجيم، لايف ستايل يعني. فزت هيلثي، هذا شيء صحي لهم؟ ممارسة الرياضة صحية لهم؟ متى يمارسون الرياضة؟ أوكي، فوايد أسئلة ما شاء الله عشان الوقت، لأنه يهمني أسألك الأسئلة اللي تهم المتابعين. هل رمضان فترة إيجابية أني أنقص الوزن؟ definitely yes. حتى فور الدايابيتس، حتى حق الدايابيتس. ليش؟ لأن إحنا الدايابيتس قلنا it's all about healthy lifestyle. لو أنا كنت من النوع الثاني اللي لو ريسك، الحين ما قاعد نتحكي عن النوع الأول ولا البيبل اللي هاي ريسك. أي إنسان في فترة الصيام لو أنا استقليتها عدل وبديت في الكالوريز ملوتي صح، ذن رح أقدر أني أخفف وزني. وايد من الناس عبالهم أنا برمضان يزيد وزني، دراسات ما أثبتت هذا الشيء، أثبتت أنه يبقى الوزن تقريبا نفسه. في ناس يزيدون، في ناس يقلون، فيبقى الأفرج on total the same. نعم. شنو المهم جدا؟ اني استقل هذه الفترة بدام انا صايم طول الوقت. حلو. والانسان لما يكون صايم يساعد انه يحرق الدهون، فعندي excellent physiology happening في الجسم. نعم. فالحين اللي تحتاج انه لما ابتدي اكل، ما ابتدي اكل اشياء اللي غنية فيه الكربوهيدرات واللي غنية فيه الشيء نسميه جلايسيميك اندكس. يعني حتى لما أنا أختار الفاكهة لازم أختار الفاكهة المؤشر الجلايسيمي يكون واطي، ما يكون عالي. اللي الأحماض تكون أكثر من السكريات فيها، مو الأحماض عادة، مثلا نقول مثال فراولة، بيريز، كل هالأشياء فيهم قليل من الجلايسيميك اندكس. والطريقة اللي شلون أطبخ الأكل هم يفرق معاي في الجلايسيميك اندكس. يعني حتى لو خذيت نفس العيش وحطيتها إنستنت ولا كويك، يرفع الجلايسيميك اندكس. لو أني أخذ العيش وأثلجه وأسخنه مرة ثانية، يفضل هذا الشيء عن طريق الكوكينج مالي. فهذا واحد من الأشياء. الرياضة. الرياضة. الرياضة هذا سؤال معتاد وجدا مهم، متى ألعب رياضة؟ دائما نقول على حسب نوع الرياضة اللي ألعبها. لو كنت بلعب حديد لازم أني أكل قبل الوجبة وعقب الوجبة. معناته الحديد لازم عقب الفطور. فبرمضان عقب الفطور ما نفضل أنك تلعب حديد على معدة خالية، على معدة خالية. لأني أحتاج the protein rush فيه، ودائما نقول this is what we need حق البيبل هذا. إنما إذا أنا بلعب gentle رياضة، مشي وكذي، we can do it. ولكن خوفنا في مرضى السكر إن فترة الجفاف عالية، لأن الصيام جدا عالي. وايد من الأدوية في مرضى السكر هم تؤدي إلى الجفاف منهم. وايد على different medications. فبهالحالة دائما نقول أوكي صح الرياضة وايد زين أني ألعبها وأنا صايم، ولكن برمضان فترة ساعات الصيام عالية، فنفضل إن نلعبها وإحنا فاطرين for a reason. لأن my water level الهيدريشن دائما نخاف من الجفاف، خصوصا إنه صيف، فيؤدي إلى الجفاف والجو حار. ومهما يكون حتى لو أنا لعبت رياضة داخل already الجو حار. وعدد الساعات طويلة. فهذا شيء بالنسبة حق مرضى السكر. ولكن هل زين إنه واحد يلعب رياضة وهو صايم في الأيام العادية؟ طبعا يس. هل يسبب إلى فقدان الوزن أكثر؟ طبعا يس يسبب. يس. ولكن في مريض السكر دائما أخاف من الجفاف. نعم. فهذا هو وين جميع المراحل، أي الأول أو الثاني أو الثالث، لأن خصوصا الحين صيام بوقت حار، ساعات الحرارة، فدائما نخاف من الجفاف. الدكتورة، متى مريض السكري خلال فترة الصيام يفترض فيه يكسر صومه؟ إذا لاحظ شنو مثلا؟ إذا قلنا في أي وقت صار هبوط، فشنو هي أعراض الهبوط؟ بالضبط. إذا قمت أحس في رجفة، قمت أحس قلبي قام يطق بسرعة، قمت أعرق، قمت أحس إن فيني شيء مو المعتاد مالي. فلأن هو الهبوط يؤدي إلى زيادة السيمباثيتك نيرف، فيحتاج إنه أوكي إذا قمت أرجف، قلبي قام يطق بسرعة، قمت أحس بصداع، لازم إني أشيك السكر.
والحين طبعا عندنا الاجهزه الحديثه يمكن وايد نعرف عنهم الليبري والستايل، حتى في هذيلي حتى لو طلع السكر عندي طبيعي لازم اني ارجع اشيك السكر عن طريق الايد. وحتى لو كان عندي الجهاز اللي اقدر اشيك من ديفرنت اماكن لازم اني ارجع مره ثانيه حق الفينجر. وطبعا في ارتفاع السكر في حدوث الكيتونات وارتفاع السكر هم لازم نبطل الصيام. فشنو احس في الكيتونات؟ نفس الشيء، صداع، بطني عورني، احس ايم نوت ويل. فعندنا شرايط الكيتون سواء في البول او في الجهاز فحص السكر في البيت اذا كان عالي او بدايته لأنه راح تزيد مع الصيام ممتاز. لازم أني أفطر. مطبخنا اليوم طبعا هو يعني مهتم بالغذاء الصحي في رمضان، فأعتقد الدكتورة تشرفينا أيضا على المطبخ وهم تشيكين على نوعية الأكل الموجودة. يلا نروح نشوف مع حد اسمان وشيف جورج إن شاء الله. راح نأخذ فاصل طبعا. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الدكتورة إبال عزيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الطبي في معهد اسمان للسكر وأستاذة بكلية الطب جامعة الكويت. إن شاء الله فاصل وننتقل كلنا سوا إلى المطبخ. وصلنا لمطبخنا، يعطيك العافية شيف جورج. العافيك. الدكتورة موجودة عشان تشيك الأكل الصحي. كشف. دكتورة إيش رأيك؟ طبعاً مني عندنا مثل ما جورج مسوي لكم السلطة، هذه تعتبر جداً صحية لأن فيها بروتين وفيها كربوهيدرات، فنسبة نبتدي فيها أو نخليها عقب الشوربة خلاص ممكن أن تشبعني وتعطيني الخضروات، لأن باليوم أحتاج خضروات أتليست 5 باليوم خضروات ونقول فاكهتين في اليوم، فهذه تعطيني من الخضرة ومعاها اوريدي الفاكهة وفيها البروتين من العدس وكل شيء، فطبعا ممتازة. ننتقل مع جورج بالنسبة حق الحلويات التمر. حلويات التمر هون عندي تمر، تمر طري، خلط تمر مع كاكاو، الكاكاو مثل ما قلت بلا سكر لأن الكاكاو بودرة، وحطيت ناتس من البندق وكينوا كمان، كينوا خفيف مثل البروتينات وصحي مسلوق هذا الكينوا. فهذه الكميات يعني 200 جرام ملعقة كبيرة، 200 جرام تمر، ملعقة كبيرة كاكاو، كبشتين يعني أو كفشة شو اسمه؟ ملعقة أو ملعقة أيوة كفشة كينوا. فهذه كلهم بخلطهم بيطلع بصير عندي هالعجينة، بخلطهم يعني على المكنة بينعموا بصير عندي هالعجينة، هالعجينة بصير مثل يعني ترفل. وبعدين بستعملهم بحط مثلا فليفر إذا بدي كاكاو أو بيستاشيو الفستق أو كوكنات جوز الهند صح أو جوز الهند، بصير عندي هالبوز هذه بس القدر. صح نكناك ناقص حبة في حدا خدا يعني انت تفتن على نفسك. هون عندي بعد خلطة تشيز كيك، كمان تشيز كيك هينة سريعة كتير. أول شيء بستعمل بعد ما استعمل مثلا الزبدة وكتير استعملت الشوفان. الشوفان هذا بخلط معه، رح أخلطهم، رح أعمل كاسي على السريع. مواد صحية دكتورة صح؟ كلها مواد صحية. ولو نلاحظ بعد الشيء ثاني نوايد ناس الحين يروح يأخذ جرانولا، الجرانولا متروس سكر صح. وكل صح. الناس عوالي أوكي مو زي الجرانولا يعني حقها نصها بالعسل وكذا، فهو مني استخدم الشوفان. طبعا الشوفان ندري لا حب كامل ما زي ما حط زبدة، فحطيت عصير الفراولة وهذا عصير فراولة. هذا عصير فراولة؟ أنا حكم فيه، أنا ضربت العصير الفراولة وحطيت شوية سكر، بستعمل سكر الستيفيا. وهون عندي هذا الستيفيا اللي هو طبعا حق محل الصناعي فما يزيد ابدا السكر وسعراته الحراريه قليله جدا تقريبا. انتم متفقين تحت الهواء شو الدكتوره متوصيه فيك ما شاء الله عليك يا جورج صح. وهون عندي التشيز الجبنه، جبنه قليله الدسم، كمان حتى فيني استعمل اوقات كريمة بس كمان في نستعمل على طول في بدائل يعني كمان قليلة الدسم، وبتحكم على طول بالكمية يعني مثل عم بلاحظ عم بحط مثلا كاسة يعني لا تكون كبيرة ولا كتير كتير صغيرة، يعني لازم شوي يعني تكون معقولة. وهون كمان رح استعمل سكر ستيفيا كمان هذا السكر ستيفيا مثل ما قلنا انه نص كوب تقريبا، رح حط هالخلطة بخلطه معهم، رح حط شوية رشة فانيلا رشة بسيطة يعني عشان الطعم عشان الطعم بس. فينا نحط إذا بدكم مثلاً ليمون، برش الليمون، ليمون مع أو برتقال أو حسب يعني هو قصة أي أي حسب اللي. وبعدين ما يبي لها طبخ ولا شيء، وايد من الناس يقول لك أبي شيء حلا، ما أقدر ورا الأكل أبي حلا، فهذا يعني ممكن واحد يحلي بس بشكل صحي. إيه فزين التمر بعد يعتبر صحي صح، حلا وصحي بس دائما نقول ما نبي إنه يزيد عن 3 حبات في اليوم حق مرضى السكر.
فهذا شيء نقول حبة إلى 3 حبات في اليوم. هذا حق على الفطور ولا قبل السحور؟ أنا عندك حبات. ثنتين واحدة ولا واحدة ثنتين؟ عندك 3 حبات تقسمهم. صرف فيهم. واحدة على الفطور، واحدة حق الغبقة، واحدة حق السحور. أنا نازل 15 كيلو. كلهم على الفطور. خذهم كلهم على الفطور وخلي السحور روبا ولا شيء كذي. ولا شيء كذي. إيه هذا ممكن أحلي فيه في أي وقت. ودائما نقولها مو زين إني أنا أحلي سيدة ورا الأكل. أنا أكل وأبي ليش أنا راح يروح. مو بعد الفطار مباشرة. لازم ساعتين عقب صح؟ أفطر على الأقل ساعتين أو عقب التراويح لأن تعتبر كني سويت رياضة صحيح. فبنفس الوقت أني حركت سعرات حرارية فمني تشوف أن شيء عندي حلى ومفيد لأنه في بروتين وفي نفس الشيء عندي جزء من الفاكهة وبريز قلنا من المؤشر الجلايسيمي الواطي فنحبذ دائما في استخدامه وفي مانجا دكتورة يعني شلون المانجا شو رايك بالمانجا نبي نعرف هلا أنا حطيت مانجا بس إنه كانوا في يعني تنويع حتى نمن يعني فينا نحط مانجا فينا نحط يعني غير فواكه بس ما اشوف استخدمها الظاهر مانجا حاليا شويه المانجا احنا عاده نفضل ما نستخدمها في اشوفها ما استخدمها حطها على جنب بس ان نحط لك اياها كتشويس اذا انت ما فيني سكر والتشويس هذه حق كل البيت فحطينا اقل من نص مانجا حق البيت ولكن احنا في السكر نفضل الابتعاد عن المانجا لأن سعرات حرارية مؤشر الجلايسيمي وايد عالي فيه أهم شيء أتذكر الابتعاد عن العصائر واحد من الأشياء اللي وايد من الناس عبالي إذا عصير فريش جدا صح. مفيد صح صح. مرضى السكر ما أشرب عصير دائما أكل الفاكهة وايد أفيد لي من العصير فهذه مثل بورشن واحد بورشن واحد يعني لشخص واحد هذا البورشن للدكتورة طبعا اللي بحب حبيبي احنا نبي 20 بورشن فكرة معيني يعطيك العافية شيف جورج نصر تسلم ايدك يعني ابدعت صراحة شغلك حلو وسريع وبعد شوي راح ندوك ان شاء الله شكرا يضل الدكتورة حياكم الله حياكم الله مبارك عليكم شهر مقدما على الاضاءة شكرا لكل من تابعنا اليوم في حلقة صباح الخير الكويت اكيد بكرة ان شاء الله راح يجدد اللقاء مع الزملاء عبد المحسن وغادة ان شاء الله ونقول لكم فما الله مع السلامة مع السلامة.